نعم، هناك عدة تقييمات لهذه الثورة ولمنجزاتها وإخفاقاتها. نعتقد بأن بداية نقيم موقف النظام وإلى أين وصل النظام. نعتقد بأن النظام الخليفي فشل في القدرة على السيطرة التامة على الثورة وإنهاء كل مظاهر الاحتجاج وإرجاع البلد إلى ما قبل 14 فبراير 2011. هذا الفشل يعني بانت ملامحه بشكل واضح عبر يعني تصعيد القمع الوحشي وارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة. اليوم ينتهي العام السادس من عمر الثورة البحرانية المجيدة، والنظام يتوغل أكثر في العنف فيتورط أكثر في دم الأبرياء، وكذلك يفقد مصداقية الشعبية بشكل أكثر وتهتز صورته أمام المجتمع الدولي. صحيح أن هناك اليوم دعم دولي غير محدود للنظام وتغطية سياسية كبيرة، خصوصا مع وصول إدارة الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض. لاحظنا بأن التصعيد انطلق بشكل مفتوح وتدخل العسكر، وأصبحت هناك محاكمة لمدنيين في محاكم عسكرية تشرف عليها ما تسمى قوة دفاع البحرين. وصحيح أن مسلسل إسقاط الجنسيات وتبعيد أبناء الوطن من البحرين قصرا تصاعد، ولكن كل هذا يعكس بأن النظام لم يستطع السيطرة بشكل تام على الثورة، ولم يستطع أن يخمد كل لهيب هذه الثورة. هذه من جهة، تقييم من جهة. من جهة أخرى، التقييم لعمل المعارضة وأداء المعارضة واستمرار المعارضة، وبطبيعة الحال استمرار أبناء شعب البحرين في مواصلة وعدم الاستسلام. وهذا الأمر أعتقد بأنه جلي، رغم محدودية التظاهرات أو هبوط معدل تصاعدها في داخل البحرين نتيجة للقمع المفرط وللإرهاب الذي يمارسه النظام، إلا أن هناك إرادة قوية وهناك رغبة عارمة في البقاء في الميادين وإبقاء شعلة الثورة مشتعلة. اليوم لدينا رموز خلف القضبان مهمين جدا، حكموا بأحكام قاسية تصل إلى المؤبدات، ولدينا رموز حقوقيين هامين بارزين على المستوى الدولي هم خلف القضبان، ولدينا أيضا سماحة الشيخ علي سلمان الذي اليوم ربما يحكم عليه فيما يسمى بقضية التخابر مع دولة قطر. أعتقد بأن كل هؤلاء الذين يصمدون في المعتقلات وفي المنافي هم ضمانة لاستمرار الثورة ولعدم مقدرة النظام على السيطرة عليها. نعم، قد يستفيد النظام من الوضع الإقليمي الحالي، ولكن نعتقد بأن الوضع الإقليمي يعني يتبدل، وعندما يتبدل الوضع الإقليمي سيصبح النظام الخليفي وقد أحرق كل مراكبه للعودة إلى أبناء شعبنا. نعم، نعتقد بأن الملك حمد قوض من حكمه اليوم بشكل أكبر عندما سفك الدم، وأصبح من الصعب جدا أن تكون هناك برامج مصالحة مع نظام سفك الدم وأصدر أعلى رأس في أحكام الإعدام وصادق عليها، وهذا ما يعزز مأزق النظام بشكل أكبر. نحن نعتقد بأن مواصلة الحراك وتصعيده ودعم أبناء شعبنا في الداخل وتوحيد الجهود في الخارج من أبناء المعارضة في المنفى، ومواصلة فضح كل ألاعيب وتدابير النظام وعدم الخضوع إليه أو مسايرته أو الاندماج مع أي ألاعيب يريد أن يطرحها، هو ضمان لنحقق أكبر مكاسب في المستقبل التي تليق بكل هذه التضحيات التي جرت منذ 7 سنوات خلت. قبل 14 فبراير 2011 كان النظام مطمئنا لسيطرته التامة على الوضع السياسي، وكان يقود مشروعا تدميريا بالخفاء. ينقسم هذا المشروع إلى عدة أقسام. القسم الأول
هو احتواء المعارضة والهيمنة على كل الأذرع السياسية الموجودة في داخل البحرين وكل العمل السياسي عبر تدجين المعارضة داخل البرلمان فاقد لكل الصلاحيات، وليس هو البرلمان الذي ضحى شعبنا للحصول عليه في انتفاضة التسعينات. هذا من جهة، ومن جهة أخرى هو يقود مؤامرة كبرى للتغيير الديمغرافي بصمت، حيث يريد أن يحول الأقلية إلى غالبية، أو فلنقل بتعبير آخر الأقلية السياسية من طائفة معينة إلى غالبية، ويضعف الغالبية السياسية والشعبية من طائفة معينة إلى صالح تلك الأقلية. فكان يستجلب المرتزقة والأجانب من الخارج بالآلاف ويتم منحهم الجنسية. هذه البرامج كلها التي كان يديرها النظام قد لن أقول توقفت، ولكن أصبح من الصعب تمريرها، وتمريرها يواجه عقبات انطلاق الثورة. هذا من جهة. من جهة ثانية كان دكتاتور حمد يتبجح في الأوساط الدولية وفي المحافل الدولية بأنه صاحب مشروع إصلاحي قد أخرج البلد من عدم استقرار ومن حكم أمن دولة استمر لثلاثة عقود. وهذه المقولة اليوم فشلت، لا يوجد اليوم من يتحدث عن ما يسمى بالمشروع الإصلاحي، ولا يوجد اليوم من يتحدث عن شخصية الدكتاتور حمد على أنه شخص إصلاحي، إلا بعض أبواق النظام وبعض الشركات العامة التي يدفع لها النظام دولارات في الخارج، في الغرب تحديدا. نحن بداية نعتقد أنه من الصعب جدا أن يكون هناك مفاوضات لعدة أسباب. السبب الأول ارتهان النظام لقوى إقليمية بالكامل، يعني اليوم القرار في البحرين ليس بيد قصر الرفاع الذي يقبع فيه الدكتاتور حمد. اليوم هناك قوات أجنبية خليجية دخلت البحرين في مارس 2011 وبقت في البحرين وهي تهيمن على القرار. يعني بشكل أدق باتت الرياض وولي العهد السعودي محمد بن سلمان يهيمن على الوضع في داخل البحرين، ما يصعب أي تفاوض أو حل. وهو من المعروف أن السعودية هي من الدول يعني المتخلفة التي تقف بشكل سافر ضد كل تطلعات الشعوب نحو الحرية والديمقراطية، وهي ذات لون وصبغة طائفية يعني متطرفة خصوصا ضد الشيعة. وكما تعرفون الغالبية في البحرين من السكان هم من أبناء الطائفة الشيعية، مع احترامنا الشديد للطائفة الأخرى، من أبناء الطائفة الأخرى وهم إخواننا. أعتقد بأن هذا أمر مهم. كذلك وصول إدارة الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض صعبت كل يعني نواحي أي تفاوض، حيث كان في السابق في إدارة الرئيس باراك أوباما تحدث هو شخصيا عن المعارضة في البحرين، وكانت بعض الأحيان تصدر الولايات المتحدة الأمريكية تقارير وإدانات ورفض علني لممارسات النظام الوحشية وللقمع. أما اليوم بعد أن وصل الرئيس دونالد ترامب النظام صعد بشكل كبير وصمتت الولايات المتحدة الأمريكية إلا من النزر القليل. وكان واضح بأن كل ما جرى في البحرين من بعد وصول إدارة ترامب من سفك دم ومن هجوم على اعتصام الدراز ومن إسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم وحصار بيت الشيخ عيسى قاسم كله كان بضوء أخضر غربي. كل هذه التعقيدات تجعل من أي تفاوض غير منظور في الوقت الحالي. أيضا هناك أمر مهم جدا، حجم الجرائم التي ارتكبها النظام وحجم سقف مطالب المعارضة التي لا يمكن اليوم أن تتنازل المعارضة عنها أو تجزئها. حجم الجرائم أفقد النظام أي مصداقية، وكذلك بنى جدار عدم ثقة لدى أبناء شعبنا بشكل كبير جدا. ولذا ترى المسيرات والتظاهرات تصرخ دائما بسقوط الدكتاتور حمد، وهي تشجب وتوجه سهامها بشكل واضح إلى رأس النظام وهو حمد، وهذا يصعب أعتقد. لذا فإن أي تفاوض لن يكون جديا ولن يكون حقيقيا. قد يحاول النظام خداع المعارضة من جديد
يعني رفع وتيرة القمع من أجل أن تقبل المعارضة بأي تفاوض شكلي، ولكن أعتقد أبناء شعبنا واعون، وكذلك المعارضة وقيادات المعارضة والرموز في السجن هم واعون لما يريد النظام أن يقوم به. قد يضطر النظام اليوم لأن يقول أنا أريد أن أفتح صفحة جديدة وأريد أن أتفاوض كتكتيك مرحلي يستخدمه، لأن هناك ضغوطات شديدة على النظام. قد يبدو النظام مرتاحاً ولا يبدو هناك ورقة ضغط لدى المعارضة عليه، ولكن هذا غير صحيح. النظام يتعرض لإحراج كبير جداً ويتعرض لضغوط كبيرة، والمنطقة بأسرها تواجه ضغوطات اقتصادية هائلة جداً، من أضعفها هو نظام آل خليفة في البحرين. المجتمع الدولي أعتقد أنه في بداية الأيام الأولى لتجمع دوار اللؤلؤة وانطلاق ثورة 14 فبراير بشكل كبير، كان المجتمع الدولي وتحديداً الدول التي لديها نفوذ في داخل البحرين مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك الأسطول الخامس، والمملكة المتحدة التي تمتلك علاقات طويلة الأمد وهي ركزت أنظمة الخليج الدكتاتورية في المنطقة، كان هناك إرباك ولم يكونوا قادرين على تحديد موقفهم، لذا فكانوا مرتبكين، وهذا أعطى زخماً أكبر للثورة لتنطلق بشكل أكبر وتستميل قطاعات أوسع من أبناء الشعب، ولذا كانت ثورة عارمة بكل معنى الكلمة. ثم بعد ذلك تنبه الغربيون وحلفاء النظام إلى ضرورة كبح جماح ثورة البحرين وأنها لابد أن لا تنتصر، ولذا كان قرار دولي بدخول قوات ما يسمى بدرع الجزيرة إلى داخل البحرين وسحق التظاهرات وهدم دوار اللؤلؤة. اليوم بات المجتمع الدولي يحاصر ثورة أبناء شعبنا من عدة اتجاهات. من الاتجاه الأول الدول الحليفة مع النظام والتي تدعي الديمقراطية وحق الإنسان باتت اليوم تصمت عن كل جرائم النظام، بل حتى الحظر على بيع الأسلحة إلى البحرين الذي كان في فترة الرئيس باراك أوباما موجود، اليوم الرئيس دونالد ترامب رفع هذا الحظر، وأصبحت هناك صفقات أسلحة ضخمة جدا قادها عراب تلميع وجه النظام ما يسمى ولي العهد في أمريكا، ووقعوا صفقات بمئات بل مئات مليارات الدولارات. اليوم بات المجتمع الدولي أكثر نفاقاً في التعاطي مع ثورة أبناء شعب البحرين، لأن دون أن نظلم كل الثورات التي حدثت في ما يسمى بالربيع العربي أو الصحوة الإسلامية التي حدثت، هي الوحيدة ثورة البحرين اليوم باتت تدافع بشراسة عن مبادئها التي انطلقت في أول يوم، وباقي الثورات اختطفت عبر الثورات المضادة أو استطاع الغرب وحلفائهم في المنطقة السيطرة عليها. بات موقف الغرب اليوم وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة متواطئ بل شريك مع ما يحدث في داخل البحرين من قمع وإرهاب وقتل، ومتواطئ ومتآمر ضد طموحات أبناء شعبنا في تقرير المصير ويعني إحداث نظام سياسي منبثق من الإرادة الشعبية. نحن نعتقد بأن سلمية الثورة كانت استراتيجية وضعها رموزنا الذين يقبعون في السجون وآخرين من الرموز والعلماء الذين لا زالوا موجودين. هذه السلمية لا تعني الاستسلام، ولكنها خيار استراتيجي نظرا لعدة معطيات في المنطقة، من ضمنها جغرافية البحرين الصغيرة والظروف المعقدة التي تحيط بدولة كالبحرين مرتبطة بمنظومة تسمى منظومة مجلس التعاون الخليجي. أعتقد بأن الثورة سوف تستمر. فيما يتعلق بالسلمية أو غير السلمية، أنا أعتقد بأن هذا الأمر، ولو كنت أنا من دعاة السلمية، إلا أني أعتقد بأن هذا الأمر مرهون لتطورات المنطقة ومرهون لمدى العنف الذي سوف يستخدمه النظام وسكوت المجتمع الدولي حوله واستمرار المعاناة في داخل البحرين. قد تكون هناك أعمال انتقامية وقد تكون هناك أعمال دفاع عن النفس، وهذه قد تكون ضمن الإطار المشروع.